هل سألت نفسك، هل سألت نفسك من قبل عن ما هو نمط التربية الوالدية الذي تقومون باتباعه؟ رسالتنا في اليوم الدولي للشباب ستكون مركزة عن أنماط التربية الوالدية. تتنوع أنماط التربية الوالدية ما بين النمط الاستبدادي السلطوي إلى النمط الذي يتسم بالإهمال واللامبالاة. ما بين هذا وتلك هناك العديد من الأنماط. النمط الموثوق Authoritative Parenting Style هو وفقاً لنتائج البحوث والأدلة الإمبريقية الأفضل بين تلك الأنماط، هو النمط الذي يوازن بين حاجيات الآباء في التقويم للأبناء في جميع مراحل تطورهم العمري، ولا يغفل في ذات الوقت مساحات الأبناء وحاجياتهم في الاستقلال والابتكار والإبداع. هو النمط الذي يضمن رفاه الطفل، حماية اليافعين، وكذلك الانتقال السلس والسليم لمرحلة الشباب. رسالتنا باختصار ألا نأخذ التربية الوالدية كمعطى من المعطيات التي تنمو بنمونا. علينا أن نتعلم أكثر عن التربية الوالدية ونذهب لمراكز التأهيل المتخصصة التي تقدم برامج التربية الوالدية. تأهيل الآباء والأمهات لتأهيل أبنائهم هو تمكين لشباب القدم.